إذا ما خليني أسألك ما رأيك من مجلس النواب الآن الحالي؟ الحالي، وانت عارف أزمة الثقة اللي بين الشارع وبين مجلس النواب، وأزمة يعني مرحلة، يعني مش مجلس النواب هذا وبس، لا، من أربع خمس مجالس سابقة ودور. بدي أربط حديثنا كله مع بعض على موضوع التخصص والتسويق. لما نتحدث عن التسويق وكيف تعمل إسقاطات وكيف تترجمه، مجلس النواب الحالي حسب ما أنا دخلت في فترة الخمس شهور، هي فترة بسيطة، فترة الخمس شهور وكبتنا موضوع الثقة واخذت فترة منا طويلة، بعضها والموازنة أخذت منا جزء من الفترة هذه. لكن في تقصير من المجلس، ما قدرنا نسوق، مش أنفسنا، ما نسوق المجلس ولا إنجازاته ولا أداؤه. على سبيل المثال، أنا لما كنت واحد من ضمن مجموعة من الزملاء المحترمين والذوات والزميلات، لما رجعنا جزء من القوانين رجعناها، قوانين وصلتنا ما شفناها غير مناسبة ولا بالمجمل تبعها، رجعناها حتى يعاد صياغتها بشكل جديد. هذه ما انذكرت ولا حتى أشير إليها في شيء. بعض القوانين اللي أخذت منا وقت طويل، ويمكن الناس شافوا وشاهدوا على البث، يعني كان في نقاشات حقيقة كانت أنا تشفي غليلي لما كان ينشط منها بند واثنين وثلاث وأربعة تكون ضد المواطن وشطبات. أنا ما كنت أعرف المجالس السابقة، كنت أنا ننظر من بعيد، لكن حتى ما نظلم القبل، لكن هو في عدم رضا على المجالس السابقة. إحنا ترى ظلمنا من الصورة النمطية اللي كانت على المجالس السابقة كلها. يعني أنت تقول إنه الآن الصورة المرسومة عنكم هي من المجالس السابقة وأنتم مختلفين ومبرر؟ طيب أنا بدي أجاوبك بطريقة أخرى، واعتبرني أمثل وجهة نظر الناس. يعني جيد. أنا أقول لك لا، إنه أنا أقول لك إنه الناس أعطيني. الناس تحتفظ بالأكشن، صحيح. إنه أنتم تعملوا وتردوا قوانين، الناس ما فيها أكشن، بينما لما يجتمع 130 نائب ويجمدوا نائب أكشن، خمس دقائق هذا أكشن لا ينسى. لما يجتمعوا خمس دقائق يفصلوا نائب أكشن، لما يجتمعوا أيضا 130 نائب ويصوتوا على المسألة الصهيونية المعاهدة هذا أكشن، خمس دقائق بحفظوا الناس. أنت يعني بدك نقاش والرأي ورأي الآخر، طبعا أكيد ونحكي في كل شفافية أكيد في موضوع المذكرة، وأنا أعرف أنت شو تقصد موضوع المذكرة 130 نائب لأول مرة، صحيح. لأول مرة كل مجلس النواب يوقع على طرد سفير الكيان، صحيح. الكيان الصهيوني، صحيح. أنا أسميه الكيان الصهيوني، صحيح. وبكل ثقة أرجع يعني أقول حقيقة، دائما في مقولة حظ الحكومة قوي، والله حظ الحكومة قوي. قول لي كيف لما توقع 130 نائب على طرد السفير، هذا يفترض أن يتم مناقشته بالمجلس والتصويت عليها. الآن 130 نائب لأول مرة يجتمعوا على هذا الاتجاه، حتى النائب المتردد، أنا ما بدي أطعن في زملائي، لكن خلينا أقول حتى، لأنه مش كل النواب 130 نائب، خلينا نقول ثلثين وثلث الآخر، النائب المتردد اللي ممكن يتراجع وممكن ينضغط عليه وممكن كذا، ما رح يقدر يتراجع لأنه وقع هذه المذكرة في حدث. لكن لما أقول لك حظ الدولة قوي، هذه اللي الناس مش تعرف، ما تعرف التفاصيل، وفي في نوع من الظلم. في زميلنا أحمد القطاونة أبو مجاهد مسك المذكرة قال بدنا نطرحها بعد نقاش، كان عندنا نقاش بعض القوانين، بنهاية النقاش بدنا نطرح المذكرة لإجراء. احنا عندنا في 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 أداة دستورية، احنا في ناس يقول لك هاي مش إلزامية للحكومة، لا، إلزامية ونص للحكومة. كيف إلزامية ونص؟ لأن الحكومة إذا ما التزمت في رأي وقرار مجلس النواب، إلنا حقيقة نطرح الثقة فيها، صحيح. وتروح، صحيح. إذا ما قدرنا ننفذ اللي بدأ وصله القرار. الخطوة الثانية كانت يعني بعد يعني قرار القوانين، صار الحدث ما حدث، يعني نسفت المذكرة وأبو المذكرة وراحت أسبوع وعشرة أيام، حتى الحدث فرعت الامور، تفرعت يعني فقد قيمته. هو ما يحدث في 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 يعني في بارضنا في فلسطين هي مش اني ولا وقتي، احنا طول عمر السنوات يعني هذا قضيتنا. لكن لما كان بارضنا في فلسطين حقيقه، يعني من هذا شعورنا، لانه الحدث، اقصد اخوي ابو وطن، الحدث لما يكون في 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 وقته كان ممكن طرد السفير في وقته، لما يكون في تصويت على المذكرة وفي طرح المذكرة، هذه الناس ما كانت عارفة الموضوع، يعني أعطوها بس لو تركوا مجال ساعات بعد النقاش كان المفروض يتم التصويت على على على, على, على المذكرة. ما حد جاب سيرتها ولا حد تطرق شو الأحداث اللي صارت، صار اللي صار،
والنسفة المذكرة وراحت وراح كل شيء معه. وهذا حكي خطأ، المفروض هذا يفترض يعني خطوة مبدئية مش أنية. طيب.